بسم الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم السلطان وعم نواه. يقول ربي: وإن عليكم لحافظين. رد بالكم، ربي شوف قداش معتني بخلقه، لا يظلمهم ولا يتهمهم، هو يعرف. لكن ربي زاد وظف شيء آخر، هو أن يكون تتحاكم في أشياء ثابتة صدرت عنك، في نيتك، في قصدك، في مؤامرتك، في أق، في عتق الأق، تل أق هيك أق تسجل عليك، لأنك أنت أمرت أو أوحيت أو أعوزت للناس باش تقتل فلان، كما وقعوا في الحروب. قداش من مرة إحنا يقتلونا في شرف بيناتهم؟ قال شنو؟ قال والله قا حادث مرور، وما لا قالوا ما بعضهم بالعيون الواحد أب 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 يمشوا يدعسوه، ولكن يموت شهيد وهم لا يعلمون أنهم تورطوا بدم مسلم مقتلي. ربي يعتبر قطرة دم من أي إنسان قتل ظلما، يعني هذيك مصيبة أكثر من زوال الكون. اشتعلت بالضبط. أين أنتم يا كلاب بورقيبة وغير غير بورقيبة والفراعنة جميعا، مصر والشام وما وكلاب شبه جزيرة القرم بما فيها البحرين، اللي اليوم بحار من الدماء تسيل، ولا أحد يفكر باش يكشف حال الظالمين اللي هم في يد الأمريكان ويد الصهاينة الملعونين. وبرا عاد في بالهم هو المسألة دائمة، ولكن كما تدين تدان، ومن سل السيف قتل به بفضل ربنا الذي لا يظلم أحدا.